السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص والذي يسعدني فيه أن أحاور معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي. أهلا وسهلا بك معالي الوزير. يا هلا أخي هلال. تعد وزارة النقل من أهم الجهات التي لها جهود بارزة في خدمة ضيوف الرحمن وخدمة موسم الحج بشكل عام في إطار منظومة النقل. بودنا معالي الوزير بداية أن تحدثنا عن هذه المهام ضمن خطة الحج. شكرا أخوي هلال. طبعا منظومة النقل تأتي جهودها من ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. والمقصود، خلينا نبدأ، إيش المقصود من منظومة النقل؟ منظومة النقل تعد فيها عدة جهات تابعة لوزارة النقل. أول جهة هي طبعا وزارة النقل التي هي مسؤولة بشكل رئيسي عن الطرق في المملكة بين المدن الرئيسة في المملكة. الجهة الثانية هي هيئة النقل العام اللي هي مسؤولة عن تشريعات لنقل الركاب والبضائع بين مدن المملكة. الجهة الثالثة هي هيئة الطيران المدني اللي مسؤولة عن المطارات في المملكة والتشريعات التابعة لها. والجهة الأخيرة أو الجهة قبل الأخيرة عفوا هي هيئة العامة للموانئ المسؤولة عن الموانئ المملكة. والجهة الأخيرة هي منظومة السكة التي تتضم في الحقيقة جهتين اللي هي شركة سار وأيضا المؤسسة العامة لسكة الحديد. ومسؤولية منظومة النقل بشكل عام في الحج هي نقل الحجاج إلى المشاعر. وأهم شيء أبغى أركز عليه في هالحوار أنه التكامل بين هذه القطاعات المتكاملة مع بعض تحت منظومة النقل. فدوري كوزير النقل هو أن أتأكد أن جميع هذه الجهات مترابطة ومتكاملة في ضمان سلاسة الحركة للحجاج في موسم الحج إن شاء الله. إذن معالي الوزير، وزارة النقل هي إحدى الجهات الرئيسية في هذه المنظومة، منظومة النقل. ما هي أبرز مهامها في موسم الحج وما هو أبرز ملامح خطة وزارة النقل في هذا العام؟ والله الحمد لله نحن أكملنا استعدادنا لموسم الحج، تمينا في صيانة وقائية ل 400 كيلومتر تقريبا من الطرق. أيضا عندنا تقنية جديدة اسمها الاهتزازات التحذيرية على طريق الهجرة، أكملنا تقريبا 1000 كيلو من هذه التقنية الجديدة لتحذير السائقين إذا انحراف عن الطريق. فالآن الحمد لله جميع الطرق إلى المشاعر المقدسة جاهزة لاستقبال الحجاج وطبعا الحافلات والسيارات. فمن ناحية منظومة وزارة النقل نحن جاهزين إن شاء الله تماما لموسم الحج. طبعا شبكة الطرق في المملكة العربية السعودية تتميز بالمسافات الطويلة وتربط بين الكثير من منافذ المملكة العربية السعودية ووصولا إلى مكة المكرمة. هل هناك مشاريع طرق جديدة؟ هل الصيانة مستمرة بشكل واضح في موضوع الطرق؟ ما في شك، يعني طبعا المشاريع المملكة كثيرة جدا، يفوق وزارة النقل المسؤول عن أكثر من 500 مشروع في المملكة بشكل عام، وعندنا أكثر من 64 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة تحت مسؤولية وزارة النقل. المنافذ الجوية أيضا معالي الوزير من أهم المواقع التي بالتأكيد تقدم خدمة كبيرة لحجاج بيت الله الحرام. مطار الملك عبد العزيز في جدة وكذلك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، هذين المطارين يشهدان في كل موسم أعداد كبيرة من الحجاج وضيوف الرحمن. بالتأكيد هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية أكملت استعداداتها بشكل تام لاستقبال هذه الوفود الكبيرة لحجاج بيت الله. صحيح، يمكن أهم عمل يقوم به هيئة الطيران المدني هو تنظيم الرحلات الحج، وتم الحمد لله السنة هذه تنظيم قدوم الحجاج بحيث يكون التسلسل في وفود الحجاج بشكل سلس وبشكل بدون وجود أي ازدحام على سواء كان صالة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز في جدة أو الأمير أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. تم تقليل أيضا من مع جهود الجهات الأمنية تقليل مدة الإجراءات لتخليص دخول الحجاج من تقريبا 3 ساعات الموسم الماضي إلى 45 دقيقة في الموسم الحالي. فالحمد لله المطارات جاهزة، ونحن إن شاء الله استقبلنا إلى الآن حسب الإحصائيات الرسمية إلى تقريبا 1 مليون حاج عن طريق المطارين. نعم، كان الحديث في المواسم السابقة عن مطار الملك عبد العزيز في جدة وبعض المشاكل التي
تواجه الحجاج سواء عند وصولهم أو مغادرتهم من حيث مساحة المطار وكذلك الإجراءات والوقت الذي يستغرقه الحاج في إنهاء إجراءاته، ماذا عملتم في هذا الإطار؟ والله هذه مع الجهود ومع الجهات الأمنية وخاصة طبعا الجوازات ووزارة الحج ووزارة الصحة أيضا، وأيضا عن مبادرة طريق مكة إنهاء بعض إجراءات أو كثير من إجراءات الحجاج قبل وصولهم إلى المطار، بالأخص في دولة ماليزيا ودولة إندونيسيا، ساعدت في تقليل من الازدحام إن شاء الله في الموسم الحالي. مطار الملك عبد العزيز في جدة الجميع ينتظر النقلة التي ستحدث لهذا المطار من خلال التوسعة الجديدة ومشروع المطار الجديد، ماذا تم في هذا الجانب؟ هل سيستفاد منه في موسم هذا الحج أم ما زال يعني بحاجة إلى المزيد من العمل؟ بدأ التشغيل التجريبي أو التدريجي خلنا نقول في المطار الجديد من نهاية شهر مايو العام الحالي، وإلى الآن في 6 رحلات داخلية جميعها طبعا الخطوط السعودية من وإلى جدة إلى 6 محطات مختلفة داخل المملكة. في الموسم الحالي لن يتم الاستفادة منه في موسم الحج الحالي، والخطة إن شاء الله قبل نهاية العام الحالي 2018 ينقل جميع الرحلات الداخلية إلى المطار الجديد، وفي ربع الأول من 2019 إن شاء الله يتم نقل جميع الرحلات الداخلية والخارجية إلى المطار، ويكون بذلك افتتحنا الصالة الجديدة في مطار الملك عبد العزيز إن شاء الله. نعم، في ظل التطور الكبير الذي تشهده المملكة الآن في مجال السكك الحديدية، ينتظر الجميع قطار الحرمين، هذا المشروع الذي بالتأكيد سيخدم تنقلات الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مرورا بمدينة جدة. هل سيستفاد من هذا المشروع بكامل طاقته في هذا العام، وما الجديد في ذلك؟ لو تأذني أعطيكم نبذة بس عن هذا المشروع، لأنه فعلا مشروع ضخم وعملاق بجميع ما تعنيه الكلمة. هو أكبر مشروع قطار أو أسرع مشروع قطار في الشرق الأوسط، 450 كيلومتر بين مكة والمدينة، قطار سريع وكهربائي، يصل سرعته إلى 300 كيلومتر في الساعة، وفي 5 محطات رئيسية، طبعا مكة ثم جدة ثم مطار الملك عبد العزيز ثم مدينة رابغ الاقتصادية وأخيرا المدينة المنورة. نحن بدأنا في التشغيل التجريبي للقطار في بداية العام 2018، في شهر جون العام الحالي بدأنا برحلات مجانية للمقيمين أو للمواطنين يومي الخميس والجمعة من مكة إلى المدينة، رحلات تجريبية. طبعا الآن الانطلاقة الرسمية راح يتم في بعد موسم الحج الحالي، فإن شاء الله في شهر سبتمبر سيكون الانطلاقة الرسمية لقطار الحرمين، ومشروع جبار بكل ما تعنيه الكلمة، وإن شاء الله يرتقي إلى خدمة ضيوف الرحمن وخدمة المقيمين والمواطنين في المملكة. فيما يتعلق بالمشاريع، هناك مسؤولية جزئية لوزارة النقل في مشاريع الطرق داخل المشاعر المقدسة. صحيح. النقل العام في المشاعر المقدسة بالتأكيد هو من الأشياء المهمة التي تسهل على الحجاج تنقلاتهم أثناء تأديتهم لمناسكهم، كيف تتابعون هذا الجانب وجهود هيئة النقل العام؟ طبعا هيئة النقل العام هي دورها رقابي وإشرافي على الناقلين للحجاج وبالأخص للحافلات، وفي جهود مشتركة في لجنة عليا برئاسة سمو الأمير خالد الفيصل اللي هي لجنة نقل الحجاج، ودور هيئة النقل العام في هذه اللجنة هو مراقبة جودة الحافلات في نقل الحجاج، وفي جهود مشتركة مع الجهات الأمنية وجميع الجهات المرتبطة بالحج نحن نسعى للارتقاء بمستوى الحافلات في موسم الحج الحالي والقادم إن شاء الله. أيضا دور هيئة النقل العام هي الإشراف على تشغيل قطار المشاعر التي هي تحت مسؤولية هيئة تطوير مكة، وهذه تقريبا أيضا لها دور رقابي في بعض النقاط التفتيش قبل الدخول المشاعر. نعم، بالنسبة لي في موضوع نقل النقل العام فيما يتعلق بالحافلات، هل هناك آلية معينة لمتابعة جودة هذه الحافلات، متابعة التزام السائقين بالأنظمة، كل ما يتعلق بخدمة الحاج في هذا الجانب؟
ما هي الآلية التي تتبعونها مع الجهات الأمنية؟ هيئة النقل العام ومع الجهات الأمنية تراقب وفي حملات تفتيشية على الحافلات قبل طبعا الموسم، وأثناء طبعا الموسم أيضا يتم فيه مراقبة السائقين ومستوى الصيانة على الحافلات للتأكد من عدم تعطيل أي من الحافلات وبذلك تعطيل تنقل الحجاج. ذكرتم معالي الوزير أنكم لكم دور إشرافي في موضوع قطار الحرمين، هذا القطار المشاعر عفوا، إنه طبعا له أثر كبير وإيجابي جدا إذا ما يخون الذاكرة، وتقريبا ينقل 600,000 أو 300,000 عفوا حاج، فهو جزء أساسي من نقل الحجاج وأثبت أظن جدواه في خلال السنين الماضية، وإن شاء الله نسعى لتطويره في السنين القادمة إن شاء الله. نعم، أيضا هيئة الموانئ تقوم بدور كبير فيما يتعلق بتهيئة الموانئ للحجاج القادمين عبر البحر، ميناء جدة الإسلامي من أهم هذه الموانئ الذي يستقبل في موسم الحج أعداد كبيرة من الحجاج من مختلف أنحاء العالم، وأيضا في موضوع نقل الهدي والأضاحي، كيف هي استعدادات هيئة الموانئ في هذا الجانب؟ والله هيئة الموانئ خلينا نقول ميناء جدة الإسلامي هو الميناء الرئيسي في استقبال الحجاج من الخارج عن طريق البحر، وفي السنين الماضية لدينا لاحظنا انخفاض في عدد الحجاج القادمين عن طريق البحر. في العام الماضي 16,000 حاج من السودان وصلوا إلى أراضي المملكة، ونحن نتوقع تقريبا نفس العدد في السنة الحالية، وهذا يعني طبعا انخفاض الأعداد يرجع إلى الطيران الاقتصادي وسهولة الطيران الاقتصادي، فهذا الآن أدى في انخفاض في عدد الحجاج القادمين عن طريق البحر. بالنسبة للأضاحي إلى الآن استقبلنا 1.2 مليون رأس عن طريق ميناء جدة الإسلامي، ونتوقع أن هذا يزيد إلى حوالي 2 مليون رأس إن شاء الله بنهاية الموسم أو قبل نهاية الموسم. طيب اسمح لي معالي الوزير نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود. إذن مشاهدينا الكرام نتوقف مع هذا الفاصل ثم نستكمل حوارنا بإذن الله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء والذي أستضيف فيه معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي. أهلا بكم من جديد معالي الوزير. يا هلا أخوي. هلا. بالتأكيد جهود وزارة النقل في خدمة الحج تحتاج إلى التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بخدمة الحجاج والتيسير على الضيوف الرحمن، كيف تتم هذه العملية وآلية التنسيق فيما بين هذه الجهات؟ طبعا هي التنسيق يتم على عدة خطوات وعلى عدة لجان، يمكن أهم لجنة هي لجنة الحج المركزية الذي يضم جميع الجهات المشاركة، الجهات الأمنية، وزارة النقل، وزارة الطاقة، جميع الجهات تقريبا أو جميع الوزارات مشاركة في هذا اللجنة، وهذا يمكن أهم لجنة يتم فيها التنسيق الأدوار بين رؤساء هذه القطاعات. طبعا وأيضا في لجان تنفيذية هي اللي تقوم بتنسيق الجهات على أرض الواقع بشكل يومي. أيضا أستثمر يعني هذا اللقاء معكم مع الوزير لنتعرف على المستقبل القريب للنقل في المملكة العربية السعودية، سواء فيما يتعلق بشبكات الطرق، ما يتعلق بالسكك الحديدية التي هي ينتظرها كثير من المواطنين للربط بين مناطق المملكة، وأيضا دور هذا التطور بإذن الله تعالى في خدمة الحج من ناحية طبعا المشاريع المستقبلية لمنظومة الحج. في عدة مشاريع من زي ما ذكرت، طبعا الطرق هو الهدف حلول 2030 نتقي تقريبا من 64,000 كيلومتر إلى تقريبا 90,000 كيلومتر في أنحاء المملكة. من ناحية سكة الحديد في عدة مشاريع مطروحة الآن، من ناحية الآن الجزء الهندسي وهي لربط طبعا الجسر البري يعتبر أكبر مشروع وهو ربط غرب المملكة بشرقها، وهذا الآن تحت الدراسة، وفي عدة مشاريع أخرى أصغر من هذا المشروع المهم. يمكن نقطة مهمة في الحقيقة هو استخدام التقنية في جميع منظومة النقل في جميع نواحيها،
الاستخدام الأمثل للأصول الموجودة أصلا للمملكة. على سبيل المثال الموانئ في المملكة، الحمد لله المملكة استثمرت على مدى 30-40 سنة الماضية في موانئ ضخمة وطاقة استيعابية عالية جدا. نحن الآن نستخدم التقنية لسهولة استيراد والتصدير لرفع الكفاءة بدون الصرف الرأسمالي على الموانئ، وهذا فقط مثال على استخدام التقنية. ممكن أتكلم على هيئة النقل العام وأيضا متابعة الشاحنات عن طريق التقنية. فكل هذه المنظومة الآن تستخدم التقنية لرفع الطاقة الاستيعابية من ضمن الأصول الحالية الموجودة في المملكة. طبعا هذه المشاريع وهذه الجهود معالي الوزير مهم جدا أن تكون جودة الأداء من خلال الشركات ومن خلال الجهات التي تعمل في الاستثمار داخل هذه المنظومة، مهم جدا أن تقدم الجودة المطلوبة. كيف تراقبون مستوى الجودة في هذا الجانب؟ والله في عدة جهات أو طرق، خلينا نقول أخوي هلا، في جزء منها مشاريع تنفيذية، فالمقاول والإشراف على المقاول مهم جدا، فرضا في توسعة الطرق، معظمهم إذا ما كان كلهم في الحقيقة سعوديين شركاء النجاح معنا، فالارتقاء بالجودة جزء من نجاحهم ونجاحنا في النهاية. الجزء الثاني والمهم يمكن مهم جدا اللي هو مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع النقل، وفي هذا المجال طبعا في بعض المجالات زي سكك الحديد يعني ممكن يكون في بعض المشاركة من القطاع الخاص، لكن يمكن قليل نسبيا. في الموانئ من 20 سنة صارت خصخصة لعمليات الموانئ، وعندنا نجاحات جدا ممتازة في قطاع مع القطاع الخاص، ويعتبر في الحقيقة أخذت العبء كثير من الدولة على تنمية وتوسعة الموانئ السعودية. فإن شاء الله نحن كمنظومة النقل في جزء من برنامج التخصيص نسعى في رفع مستوى الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات الجوية والسككية والموانئ، فإن شاء الله وأيضا الطرق في المستقبل إن شاء الله. فجميع هذه الآن تدرس من ضمن مشروع برنامج الخصخصة لرفع مستوى المشاركة مع القطاع الخاص في منظومة النقل. نعم، أنا في ختام هذا اللقاء أترك لكم معالي الوزير ما تبقى من الوقت لتوجيه رسائل في أي موضوع تودون، سواء لما يتعلق بوزارة النقل، ما يتعلق بخدمات الحج بشكل عام، في المجال لكم. شكرا. يمكن عندي نقطتين أساسية. الأولى طبعا هذا شرف كبير بالنسبة لي كوزير النقل كالمسؤول عن منظومة النقل لخدمة ضيوف الرحمن وفي موسم الحج الحالي، ونتمنى أن نظهر بالمستوى المشرف للمملكة والدعم لا محدود اللي جاءنا كمنظومة النقل من ولاة الأمر. النقطة الثانية هي طبعا لجميع منسوبي منظومة النقل، وهم تقريبا حيكون أكثر من 2000 موظف عاملين في سيعملون أثناء موسم الحج، وأطلب منهم المثابرة والجهد والالتقاء بمستوى الحج في السنة هذه ونجاحه إن شاء الله. طبعا هو نجاح للمنظومة، بس في الأهم هو من نجاح الموسم الحج للمملكة وظهور المملكة بالصورة المشرفة التي دائما تظهر بها إن شاء الله. في ختام هذا اللقاء أتقدم لكم بجزيل الشكر معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي، سعدنا بك في قناة السعودية وهذا الحديث عن جهود وزارة النقل وكذلك منظومة النقل في المملكة العربية السعودية في سبيل خدمة الحجاج وضيوف الرحمن. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلتقي بكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة، في أمان الله.